اكلاتي النهارده هتقدم لكم طريقه عمل السيفود، شوربه السيفود والطاجن. الشوربه دي ممكن في ناس بتقول عليها شوربه البحر، وطاجن بالجمبري والسبيط، ولو عايزين تعملوا رز جنبه اعملوا. ويلا نشوف الطريقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بخير يا رب. النهارده عندنا شوربه البحر، هنعمل ايه بقى؟ عندنا المكونات كابوريا وسبيط وجمبري وجندفلي وبصل وثوم وملح وفلفل وبابريكا وكمون وزيت واربع معالق دقيق. وعندنا النهارده برضو معاها كريمه لباني ولبن. دول شوربه السفود والبصل، دول شوربه السفود. هنعمل برضو طاجن معمول من الجمبري والسبيت. الروس بتاعه السبيت مش هنرميها طبعا، هنعمل منها الطاجن. معانا فلفل الوان، كزبره وبقدونس وبصل وزيت وصلصه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنجيب نحط الكريمه واللبن والدقيق وندوبهم كويس. ندوبهم كده، ما نخليش فيهم اي ايه تكتلات ولا اي حاجة. يلا بقى نحضر البصلة. هنحمر البصلة، هنحط زيت زيتون اهو نص كوباية. نحط البصلة، البصلة مجرد ما تتشوح بس. احنا البصلة اهو شوحنا البصلة كده، ننزل عليها بقى بايه؟ بالجمبري والسبيط والجمبري اهو، نديها تشويحة برضو كده لحد ما يتغير لونها. اديناها تشويحة على النار، شايفين لونه اتغير ازاي؟ الجمبري والحاجة اهي لونها اتغير شوية. ننزل عليها بقى بالملح، ملح، فلفل اسمر، البابريكا والكمون. نديها كده تقلبتين كده معاها. ننزل عليها بقى كوبايتين مية ونسيبها بقى تستوي. نعمل الطاجن على بان ايه؟ ما شوربة السيفود يستوى السبيط والحاجة والجمبري والجندفلي. نحمر البصلة للطاجن اهو. ادينا البصلة صدمة كده، ننزل عليها بالسبيط والجمبري، نغير لونهم بس كده ونحط الصلصة. ننزل عليهم بالبابريكا والكمون والملح والفلفل الأسمر. نقلبهم تقلبتين كده. حبايبي اللي أول مرة يشوف القناة تابعوني واعملوا لي اشتراك ولايك وكومنت وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. نحط لها فصين توم كده، ننزل عليها بفلفل الوان والبقدونس والكزبره.
ننزل عليها بالصلصة، صلصة متسبكة. ونسيبها بقى ايه لما تستوي. ننزل عليها بالثوم اللي هي استوت اهي. انا عايزه اقول لكم بس نصيحه، ما تسيبوش الجمبري والحاجه تغلي قوي على النار علشان ما تجلدش. ننزل عليها هي الكريمه والدقيق واللبن. الطاجن هو اتخلص بقى جميل اهو. ندفي عليه بقى ونغرف. خلصنا الشوربه اهي، جميله ازاي ومش تخينه، ولا هي تخينه ولا هي خفيفه، بس جمالها ازاي. بصوا، والطاجن والرز، الاكل كله جميل وتحفه. جربوه وقولوا لي رايكم، وما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس وكومنتات علشان يوصل لكم كل جديد، وقولوا لي رايكم فيها. وبالهنا والشفا.